أنا سعادة دائما لي إني أرجع إلى عمان نلتقي سوا خلال هالمؤتمر. دكتور ميشي ضياء اشتقني ليك، وأهم شيء بهالمؤتمر إنه دائما البداية بتكون مع الزميلة عليا طوقان. يعني أنتوا عليا معودين عليا وبتشوفوها دائما، بس نحن يعني في مسافة بينا وبينها، بقى دائما وقت بنشوفها بنتفائل بالخير وبنقول علياء بحضورها وبصوتها هي كافية أن تعطي دفى وتعطي طاقة لهذا المؤتمر. سمعت كثير كلام بالبداية، بقى ما رح يكون في مطولات، رح نباشر دغري في هذا الحوار، بتأمل يكون سريع وشيق. دكتورة رولا دشتي، أنت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا، أنت أول امرأة تتبوأ مركز رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، لعبت دور أساسي وفعال في السعي لإصدار مرسوم يسمح للمرأة بالتصويت والترشح للانتخابات النيابية. أنت من النساء الأوائل اللواتي انتخبنا في مجلس الأمة الكويتي، لكن الطريق كانت وعرة وشائكة أكيد. شخصياً، ما هي أكبر عقبة كان عليك التغلب عليها كامرأة في مجالك؟ يسعد صباحكم جميعاً. Thank you. مرحبا ريكاردو. هو مو عقبة وحدة، عقبات. مو حاجز نخطيه، حواجز مثل ما بيقولوا. بكل مرحلة من حياتي العملية كان في عقبات مختلفة، تتراكم العقبات تتعلم منها وتمشي. أول موضوع العقبة اللي بيقولوا لك ما بيصير وما فيك توصل وما بتقدر، والشغلة لازم تكون واقعي تتقبل اللي أنت فيه. أنا كنت بمجلس إدارة، يعني أول شيء نادوني قالوا لي في نحن الجمعيات النفع العام بالكويت بتنتخب، طلبوا مني إنه أنا من الناشطات الاقتصادية الفاعلات إنه أكون بمجلس الإدارة. رشحت ونجحت، قعدت لي سنتين ثلاث سنين بالمجلس الإدارة. بعدين حسيت إنه لازم نغير ونطور، جاي الانتخابات القادمة قمت قلت أوكي أنا حرشح، بس هالمرة ما حرشح كعضوة مجلس إدارة، حرشح وإذا انتخبت بمجلس إدارة حترشح لرئاسة مجلس الإدارة. وهنا كانت القمة الكبرى. أنت بتكوني أحسن بني آدمة، بس لما بيصير تطلعك كبير لا بتصيري لا خطرة، بتبطل ينظروا إليك بالشخص الفاعل القادر عنده الكفاءة ولا لا، هلا صار في تحدي أكبر. المهم نجحت، وصار صراع بالانتخابات في مجلس الإدارة بالتصويت على رولا بتترأس المجلس الإدارة ولا لا، لأنه هيدي أول جمعية مهنية بالكويت تترأسها امرأة. بكل الجمعيات المهنية ما كان فيه الديبيت. شو صار؟ بطل على كفاءة رولا، بطل على رولا فيها تتعامل مع المجتمع المدني. صار إنه رولا إذا ترأست جمعية الاقتصادية الكويتية كيف فيها تروح على السعودية وتقابل جمعيات الاقتصادية السعودية، وكيف فينا هيدا حيأثر على التعاون بالجمعيات النفع العام. كان وجهة نظري إذا كان القانون السعودي ما حيسمح لي بودي النائب الرئيس، سمبل، ما حيأثر شيء. والحمد لله نجحت. بس أنا ححط هذا الفكر عشانه هيدا ما تأصل بأفكار تانية كيف منخلقها لنعمل حواجز للمرأة بقوالب، اللي سمعنا ملك إيرانيا اللي بيقول بيحطوك بقالب. بنفس الموضوع لما نطلع بالحقوق السياسية للمرأة، أول شيء هيدا مو عمل النساء، لأنه المرأة هيدا عمل سياسي، هيدا عمل رجال، في مفاوضات، في سهر، في ليال، هيدا مو شغل المرأة. يعني نحن أوكي مرأة بالعمل أوكي، بس بالمناصب السياسية لا، هذا مو شغلها، ما بتفهم فيه، ما بتعرفه، وما فيها توصل للناخبين، لا
لأنه نحن بتعرف الكويت كمان بيئة محافظة، عندنا مجالس رجالية، كيف بدها توصل للمجالس الرجالية؟ سو كيف بدها تنزل بالانتخابات؟ ناهيك عن فكرة إنه المرأة تترشح ويكون عندها حق سياسي. فتنا بقصة العادات، فتنا بقصة التقاليد، فتنا بقصة الدين، اندمج بالموضوع، صار عندنا مثل ما بيقولوا إرهاب نفسي، إرهاب اجتماعي، كل ما كان حدا يوصف إنه يحارب لحقوق المرأة. كنا نسمع بالتروريزم ب2001 والإرهاب والكلمة، قلت لهم نحن مو ضروري إنه ننقتل أو ننسجن أو مثل ما صار في ببعض النساء لما كانوا يحاربوا بالتاريخ، لما بنقرأ بالحقوق المرأة السياسية، بس الإرهاب النفسي والاجتماعي اللي يمارس علينا أكثر من قتلنا كل مرة كل يوم فيها. كنا نوصف بقصة نحن أعداء الدين، ولا عندنا دين، نحن كنا مخربين للفئة البيئة المجتمعية والأسرة والمجتمع، نحن كنا عملاء للغرب وبدنا ندمر وخذ. وانت اليوم بتبطل عم بتبلش تحكي بقضية مشاركة وحقوق وبدك تنمي مجتمعك، بدك تحافظ انه انا مو هيك، انا انسان محافظ يعني بياخدوك من محل لعقب محل ليخلوك تنسى قضيتك. دكتورة دشتي، انت اليوم عم تحكي عن بعد وعن مسافة، لكن وقتها انت دخلتي الندوة البرلمانية في بلد متشدد اسلاميا، وطبعا مشيت بين الألغام، مشيت بين الاعتدال وبين التشدد الديني وما بينهما، وقدرتي تغلبتي على هذه المصاعب وهذه العقبات. انت في قلب البرلمان كان في عندك زملاء عديدين عم بيحاربوك، عم بيعرضوك، عم يتهجموا عليك، بذكر منهم سعدون حماد. سعدون حماد يلي بعتقد نظرا ل حياتك انت عشتي ردح من الزمن في بيروت، ووالدتك لبنانية، لهجتك لبنانية، هذه اللهجة أربكتك وطبعا ما ساعدتك أبدا، وبعتقد هو يمكن أول تبرير استعمله أنك أنت عندك أكثر من جنسية وأكثر من جواز سفر، وكان طبعا عائق أمامك الوقت. يعني أنت كنت عم بتصارعي لحالك، أنت عم بتحاربي لحالك، وين لاحظتي أنه المرأة عندها قدرات كانت مخفية وطلعت وطلعتيها أنت، وهي ساعدتك حقيقة أنك توقفي على إجريك وتصمدي؟ أنا بقولها نحن منتربى بشي ولازم نستعمل شيء تاني. نحن منتربى ما نقول على إنجازاتنا وما نحكي على حالنا، وأنا بتصور هذا أكبر خطأ. يعني عندنا بثقافتنا بينقال إذا بتحكي عن حالك كأنك أنت متكبر، لا مو صح. ونحن هيدي البيئة وهيدا اللي خلاني موضوع إنه انتقل من العقبة بموضوع أنا لهجتي لبنانية والدتي لبنانية بمجتمع كويتي نازل بانتخابات نيابية. وتخيلوا معي يعني مجتمعاتنا العربية كلها مو مجتمعات فيها هجرات، يعني مجتمع لبناني لبناني، مجتمع الأردني أردني، مجتمع الكويتي كويتي، مجتمع المصري مصري، مو مجتمع الأوروبي اللي فيه هجرات وبتقبل. فطبعا اللهجة تتوازن مع وطنية. سواء أنت اليوم لما نازل على انتخابات برلمانية وعم تحكي لهجة مو لهجة البلد، صارت إنه أنت منك وطني. كيف إنه منحبها لرولا ومنيعجبنا رأيها بس مو كويتية، دخيلي مو كويتية من الخوارج. إيه يعني لحظة شو كيف يعني أنا مو كويتية؟ أوكي يعني مو وطني عشان مو لهجتي. أول مرة نزلت الانتخابات خسرت، وخسرت كان جزء كبير من خسارتي إنه منحبها بس مو كويتي، ما بتحكي اللهجة. طبعًا أنا على كبر هلا بدي أقعد غير لهجة صعب شوي. ثاني مرة لما نزلت الانتخابات طبعًا نزلت ضد أخوي بعد هذيك الفترة، بس كانت شعاري مع الناس إنه خلينا نلتقى بنص الدرب، أنا بتعلم شوية لهجة كلمات كويتية وأنتوا لاقوني بنص الدرب يعني فيها. كان لازم أرجع بخطاب اللي ربحت فيه الانتخابات 2009، جزء من خطاب الافتتاح يعني الحملة الانتخابية، كان جزء كبير فيها نص خطابي كان بس لأقول للمجتمع واللي حاضرين إنه ما أنت أكثر وطنية مني، وعدت أسرد تاريخي الوطني. صعب تسرد، أنت عم تخدم بلدك بدون هذا شعور إنه عادي، بس الآن كان لازم أقعد وأسرد. لحليت حسست الناس إنه ما في شخص قاعد بالقاعة أكثر وطني مني بالإنجازات اللي عملتها بتاريخي اللي عملتها من وقت الاحتلال، من دراستي للأسرى.
صار في يعني خلصت قصة الوطنية، بس طبعاً بتفوت على البرلمان بتقسم، بيبل في عندك نواب ليبلشوا يقولوا يقدروا يخلوا هيدا، عشانك انت انا والشخص النائب هيدا ننزل بنفس الدائره. سو يضل في هال باول ما عم بقسم طلع وقال ما فينا نخلي رولا مو كويتيه تقسم، رولا اوريدي انتخبت بلبنان بانتخابات النيابيه وعندها جنسيه لبنانيه. طبعا انا لا احمل الجنسيه اللبنانيه، بالفخر مع الجنسيه اللبنانيه، بس انا يعني نحن بالكويت بس عندنا جنسيه واحده كويتيه ووالدتي لبنانيه. سو كان حتى انا بالبرلمان رضي يطلع يقول انا وحدي، لانه صار بلبلي انه انا وحدي معي وبفتخر بالجنسيه الكويتيه وما عندي جنسيه ثانيه، واللي بده يروح يشوف اذا انتخبت بالقوائم بلبنان ولا شيء. سو المعركه اللي هرجع اقولها انه نحن كل ما بنطلع مرحله كل ما بيزيدوا اعدائنا، قد ما في عنا محبين لا بس بيزيدوا أعدائنا. كل ما بتطلع مرحلة لازم تعرف خصومك بيطلع بيحبوك، بس بعدين بتطلع اللي بيحبك هلا بيشوفك محل تنافس أكبر. علينا دور كتير كبير لنعي إنه نحنا لازم نواجه ونكون عنا العزيمة والثقة بنفسنا. على الأرض أين اكتشفتي قدرة المرأة على التغيير؟ لما حققنا حقوقنا السياسية. هل بتشوفي انك ساهمتي في تعميق الديمقراطيه في بلادك؟ لا طبعا، يعني انا بقول الله الحمد لله حباني انه كنت جزء من تعميق الديمقراطيه بلد، حباني انه الله انا اكون جزء من افتح افاق اكبر للبنات اللي جايين بالمستقبل، مثل ما خواتنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا فتحوا لنا المجال لنتعلم، فتحوا لنا المجال لمسيرة نفوت بسوق العمل. انه انا الحمد لله اللي كنت جزء من انه اليوم مشاركة المرأة السياسية بالانتخابات صار جزء عادي، غيرنا البيئة المجتمعية انه تصوت لمرأة شيء عادي، غيرنا اليوم بحكومة الكويت لا يمكن ان تأسس حكومة بالكويت غير ما يكون فيها امرأة. وانا كان هلا بقول لكم قصة يمكن قليل من الكويتيين بيعرفوا، انا كنت الاساس لخلي المرأة تفوت على القضاء، وهلا بحكي هالقصة نحن اول ما دخلنا بالقانون الكويتي لا يمنع المرأة تفوت على القضاء. فنحن لما دخلنا بالبرلمان اول مرة كنا اربع نساء وفتنا، وكانت فرحة المجتمع فرحة يعني لا توصف، كل بيت بالكويت مبسوط انه النساء دخلت البرلمان، وكنا يعني بفرحة. فنادانا رجينا نشوف، قلنا صرنا بالبرلمان صرنا بالحكومة بس بالقضاء لسه ما لنا موجودين، بدنا نكمل المسيرة الديمقراطية. طلعنا لقينا القانون ما بيمنع، ما في إجراء قانون، كل الموضوع إنه وزارة العدل لما بتطلب وكلاء النيابي بتحط التعميم للذكور فقط، سواء الإعلان للذكور فقط، سواء نحن بدنا نغير بس الإعلان، حط إعلان بدون للذكور فقط لتخلي المرأة تفوت، إذا كانت كفاءة تفوت ما في شيء. طبعا هيدا صعب تفوت مع وزير العدل لتحكي بهالموضوع، عادة وزراء العدل بيكونوا من المحافظين لأن هني بياخذوا العدل والأوقاف. سمو الأمير الله يرحمه الشيخ صباح نادينا الأربع نساء، سو عم بيقلنا أنتوا هلا بالمجلس شو اللي عندكم تطلعات، شو اللي شايفينه، شو اللي بدكم تعملوه بهالإطار. قلنا له طويل العمر نحن الأداء التشريعي اللي ماشيين فيه، بس عنا طلب معك. قال شو؟ قلنا له بدنا إياك لو سمحت تكلم وزير العدل اللي أنت بتحطه تقول له الإعلان تبع الوكلاء النيابي شيل الذكور فقط عشان المرأة تفوت، لما تفوت وكيلة نيابي خلص بقى قصة وقت بتصير قاضية. طلع فينا الله يرحمه سمو الأمير قالنا أنتوا لما بتيجي بتطلبوا ما بتطلبوا غير أصعب شيء؟ قلنا له هلا تشيل كلمة ذكور من إعلان أصعب شيء؟ قال أنتوا عارفين شو عم تطلبوا. قلنا له هيدا اللي بدنا إياه. سو من الحديث معه كان عندنا امرأة بالأوقاف، الأمين العام للأوقاف ترك منصبه صار المنصب شاغر، كانت هي بالإنابة امرأة. سو نحن قلنا فرصة بعدنا مع الأمير ندفع بالامرأة تصير أمينة العام للأوقاف، وهذا كمان مكسب للمرأة. سألنا له لسمو الأمير طيب إذا هذا صعب عليك نحن بنجرب نشوف قصتنا مع الأمين العام، مع الأمين رئيس الوزير عنا الأمين العام، وهيدا أنت عشان مرسوم أميري بيطلع من عندك فيك تحط لنا فلاني على المنصب الأمين العام، وهي صار لها سنة عم تشتغل وأمورها كلهم مبسوطين منها. سمو الأمير شو بيطلع بيقولنا
يا جماعة أنا بفهم وصح، بس فلاني كيف بدها تروح على السعودية؟ عمين عامل أوقاف عندنا، ما بتعرف الأوقاف والوقف الإسلامي وبيروحوا وصح. طلعت هيك وضحكت، قال لي رولا ليش عم تبتسمي؟ قلت له لأنه هيدي الكلمة لما خدت أول مرة الجمعية الاقتصادية، قالوا كيف رولا حتروح على الاقتصاد؟ قلت له يا طويل العمر الوكيل تبعها بيروح على السعودية. ما قدرنا نعملها، وانا احنا كنا بالنيابه نعدل القانون، اجتني الفرصه اكون وزيره. صوب الوزاره رجعنا، رئيس الوزراء منفتح، فتحت الموضوع. وزير العدل كان من الاسلاميين والاسلاميين المتطرفين المتزمتين، يعني عنده الفكر الوهابي. طبعا بالنسبه له هذا شيء ممنوع، يعني لا فكرة هذا، بس علاقتي كانت معه كثير متميزه وبنشتغل كثير منيح مع بعضنا. كنت قلت له يا ابو عبد الله في عندي هيدا الطلب، يا رولا ما بيصير، وانا هيدا بخالف ديني وشرعي وما بيصير. انا طبعا انا ما فيني فوت بالدين والشرع بهالموضوع. قلت له بس في ديمقراطية وليش تحرم البنات والنساء، ويمكن تكون وحده منهم بنتك وهالاشياء. طبعا هيدا اللوجيك ما بيمشي كثير بهالموضوع. رئيس الوزراء قلت له معنا وهيدا بالحوار، لانه صارت العلاقات متميزه بيني وبينه وصار في عندي ود معاه وهيك. قلت له طيب شو رايك، عندي اقتراح لك. انت بتحس انه لازم تعمل هالشيء، بس دينيا وشرعا انت ما فيك تعمله، سو بتخاف من ربك، بفهم. شو رايك انت ومسافر وفي الوزير، بنحط وزير وهو لحاله بيحط الطلب وبينزل الاعلان بدون ما انت تكون موجود. قال لي كيف يعني؟ قلت له هيك بيصير. وطبعا حطينا الطلب راح ونزل الاعلان. هلا دقوا تقدمت نساء، هلا نساء اختيرت، هو لازم يوقع على الاختيار. قال رولا ما فيني وقع لانه انا بختار عن الشريعة. قلت له ولا شيء، بتسافر وزير الداخليه الخارجيه يوقع. وبالفعل اول النساء البنات وقع وزير الخارجيه، هو سافر وكانت على ايامه. وبعدين لما بلشوا ينقوا الناس كان في وزير ثاني، صار وزير العدل اللي اجى الثاني كان وزير ليبرالي. الناس فكرت انه هذا الوزير الليبرالي اللي عملها، بس هو الوزير الاسلامي اللي عملها دخل المراه القضاء بالكويت. بس هذا اللي عم جرب اقوله، علاقاتنا كمان بتفتح مجال. وهذا اللي بدي اقوله لاخواتي اللي طالعين وعم بيطمحوا لمراكز اعلى، نتوركينج نتوركينج نتوركينج. دانو ابنه ترابط، ابنه نتورك، اعملوا علاقات علاقات علاقات. هيدا اللي بتطلعكم، كفاءاتكم مهمة، بس هيدا لن توصلكم. إذا كنتوا بس كفاءة وتقولوا أنا كفاءة وشاطرة وخلص بنقوني، انسوا هيدا الموضوع. لما بنوصل كل ما بنطلع درجات بالمراكز العليا، كل ما بتقل موضوع الكفاءة، كل ما بتزيد موضوع العلاقات وموضوع الإدارة والنتورك تبعي والببليك ريليشن والعلاقات العامة. سو أنا بتصور المرأة لازم تستثمر بهالموضوع كل ما إذا هي عم تتطلع للأكثر. وبعدين آخر شيء، إذا عندنا وقت لأقولها لأخواتي، إذا أنتوا عم تطمحوا لمركز قولوا بالعلن، خلوا أصحاب القرار اللي موجودين يعرفوا إنه أنتوا مهتمين بالمركز. ما تقعدوا تنطروا الناس تنقيكم، ما تقعدوا تنطروا الناس تنقيكم. رولا دشتي، يعني وأنت ترتقين من منصب إلى آخر، تقفزين فوق العقبات المختلفة، هل كنت تشعري أنك أنت عم بتمثلي نفسك، أنت صاحبة طموح كبير، أم على العكس أنت تمثلين المرأة ككائن مستقل؟ جزء كبير منه بحس من تصرفاتي أنا بمثل مرأة. وأنا بقول لكم قصة، أول ما أخذنا الحقوق السياسية بعدها بسنة فجأة حل المجلس النيابي، صار في انتخابات فجأة بدون وقته. سو نحن النساء المناضلات اطلعنا إلا شو بدنا نسوي، لسه مو مهيئين مو محضرين، وخلال شهر ونص الانتخابات. بس إلا ما فينا نخلي الساحة فاضية لأنه اللي ضدنا حيقولوا شوفوا أعطيناهم حقوقهم السياسية، شوفوا ما حدا نترشح. وقتها لما رحت أكتب اسمي بالترشيح، تعرف ورقة الترشيح تكتب اسمك، شو بتاخد وقت تكتب اسمك؟ ثواني. أنا بالنسبة إلي هيدا الثواني كانت شريط نضال تاريخ المرأة الكويتية 45 سنة ومستقبل المرأة. وأنا أقول يا رولا أنت قدها، هتقدر تمثلي المرأة الكويتية. أنت إذا غلطتي
سكرتي على النساء الكويت، يعني حمل بكلمة بس اكتب اسمي كان يعني كبير عبء، وقلت اتكلت على الله انا بسأل نفسي كتبت الاسم. لا، في كتير من تصرفاتنا، في كتير من اعمالنا، انت خصوصا لما بتفوت بالشأن العام بتبطل انت، يعني كتير من سلوكياتك بتغير، في اشياء حياتك الشخصية بتتقيد، ولازم ما اخترنا انه نكون بالشأن العام، فاذا خلص هذا طريق لازم نفوت فيه ونتحمل، يعني بدنا نتنازل على اشياء كتير بحياتنا الشخصية، هذا قدرنا. بس انا بتصور بتسوى، لانه كل ما بنفتح مجال لاكثر لفئات النساء وخواتنا، انا بتصور هيدا دين علينا، لانه نحن الله حبانا انه حدا فتح لنا المجال لاتعلم ولفوت لسوق العمل. فانا لا يمكن انه احرم باي قضيه ما افتح الافاق لنسائنا. وانا دائما بقول للبنات وخواتي واخواتي وكلياتكم، انا دائما بقول طموحاتكم هي افاقكم، كل ما طموحك كبير، كل ما افاقك كبير، كل ما فيك توصل اكثر. ما تخلوا طموحاتكم صغيره، بلدنا مطلوب منا طموحاتنا تكون اكبر. الله، مجتمعاتنا اليوم مطلوب من كل امراه يكون طموحها كبير عشان تعطي اكثر. شفتي كيف النساء وقت يعني بيسوا في زلات بيوقع بس بيرجعوا بيوقفوا؟ اي طبعا 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 طبعا. رولا، نحن بنلتقي كل سنه، واذا بتلاحظي انه الصاله باجمالها كلها سيدات ونساء، يعني من النادر نشوف رجال حاضرين بهذا المؤتمر او مؤتمرات نسويه اخرى. مؤتمرات عديده، جلسات نقاش، توصيات، اوراق عمل، نستمع، نصغي، نكتشف قصص ملهمه، منشوف او نسمع شهادات حيه لنساء في صفوف الاماميه، ونبكي اوقات معهم، اوقات نرقص فرحا مع نساء اخريات. لكن تبقى هذه اللقاءات يعني ضمن إطار معين، ضمن جدران، ولا تخرج إلى العلن. منحاول طبعاً عبر الإعلام نوصلها أكثر، تكون في تأثير أكثر على النساء قاطبة وعلى المجتمع بشكل عام. سؤالي لألك، إلى جانب هذه اللقاءات، إلى جانب البرامج programmatic work، العمل البرامجي، إلى أي درجة نحن بحاجة إلى تغيير سلوكي في المجتمع، أو كيف فينا نساهم بتغيير السلوك في المجتمع كي لا تبقى هذه اللقاءات لقاءات فقط وحبر على ورق، وأن نشهد على تغيير فعلي؟ أنا بتصور ببلش من البيئة، كلكم أمهات. أنا بتصور يعني أنا بشكر أمي وأمهات الكل اللي جبتونا على هالعالم، بس بنفس الوقت بتبلش بالتربية. يعني اليوم بعدنا قد ما بتكونوا، أنا حقول أمثلة صغيرة بسيطة بشوفها، قد ما بتكون المرأة منفتحة، إذا بكون عندها بنت وعندها ابن، بتقول لها بنت بدها تروح محل، بتقول لها لابنها روح مع أختك، كأنه يحميها. خلي أخوك، يعني دائما قد ما كنا منفتحين. فأنا بتصوري اليوم إنه نعطي قد ما بنعطي الثقة، بس نبلش نعطي المسج إنه اثنيننا قادرين، اثنيننا شركاء ببيئتنا بالبداية بالتربية فيها. شغلة تانية، أنا بتصوري الشيء التاني هو منه صراع، منه صراع على مراكز ومين يربح ومين يخسر، هو موضوع شراكي، شراكي مجتمعية. المسج إذا بتوصل نحن شركاء، مو عم نعمل عم نتنافس، بس نحن شركاء بتنمية مجتمعاتنا، أنا بتصوري بتوصل رسالة أكبر للرجال فيها. موضوع القوالب، بدنا نكسر هالقالب، يعني آخر النهار في فكر بيجي الرجل بقوالب، وهذا اللي بجرب أقوله النتورك. نحن ما بننخرط بالنتورك، لأنه نحن كتير مهنيين ومنشوف perfectionist، الرجل عملي نحن مثاليين. بدنا ننتقل شوي للعملية لنكون بالإطار معه. المجتمع مو بس مجتمع العربي، يعني اليوم بتلاقي بكل دول العالم المؤسسات الخاصة، القطاع الخاص، حقول اللي فيه النساء اللي موجودين بالمناصب العليا وبالمجالس الإدارات ما بتطلع 8%. سو هذه ثقافة عالم
اللي تكرست بما نحن المرأة علينا دور أكبر لنسرع الوتيرة. إذا ما نخليها نفس الشيء هتاخذنا شي 300 سنة. هيدا بخصوص المرأة، لكن ما الذي يدفع إلى التغيير السلوكي برأيك؟ نحن بدنا نغير السلوك للرجل لأنه هو جاي من بيئة متربي فيها وبالنتورك تبعه. يعني أنا حقول لك شغلي، طب معلي الاستقلالية المادية إلى أي درجة بتلعب دور فعال حقيقة في استقلالية المرأة؟ نحن اليوم نعيش صراع بين جنسين، نحن نعيش في مجتمع ذكوري. لا شك أن الاستقلالية المالية لا شك هو جزء مهم للمرأة تتحرر من قصة أن تعطي رأيها وتخاف وتعبر وتفوت أكثر وتأخذ استقلاليتها. وهذا كمان لأنه الريسك، المرأة ما بتحب تأخذ مخاطرة، تحسبها أكثر. من شو بتخاف؟ من العواقب؟ بتخاف من الفيلير، سقوط. بس من في ناس، أنا أقول لك شو بيصير في كتير. نحن عم نحكي على عامة النساء مو السبيشل. نحن إذا غلطنا وصرنا بمشكلة منعيش فيها وليش هيك صار وما خلص مشكلة صارت مشي. الرجل بيصير معه المشكلة بيشوفها أوكي غلط بيكمل دربه. نحن بنقعد وقت أكتر عليها، ليش صارت وكيف صارت وليش هيك، وكنت لازم عم بتعيش بتاخد وقت بتنهلك بوقت على مشكلة. هيدا لأنه ما منحب الفيلير سو منقعد كتير. أنا بقول لو ما منقعد كتير فيها منقول خلص صارت مشكلة غلطت بشغلي أوكي تعلمت منها بمشي، بس ما أقعد فيها وتستحوذني. إذا بقدر أعمل هيك سو المرأة بتاخد جرأة أكتر، بتاخد المخاطرة أكتر، خوف من الفيلير. وما في شيء، لازم نغلط، ما منكبر إذا ما غلطنا، يعني لازم نغلط. سو هيدا الجرأة اللي فيها نحن ما نتعلمها. الرجل ما عنده مشكلة فيها، بغلط اليوم بكمل دربي ما صار ما حيوقف عليها. إذا الرجل وقف عليها حيصير مثلنا. فأنا دائما بقول الاستقلالية المالية طبعا لا شك فيها. نحن بعالمنا للأسف يعني بعدنا بالعالم العربي، نحن الإدارة المالية لأموالنا لاقتصادياتنا كتير قليلة. بالعالم تقريبا 32% من النساء بتدير أموالها، نحن بالعالم العربي تقريبا 13%. سو هذا فرجيك في جاب. بعد طبعا الاستقلاليه الماليه كثير مهمه، تعطيك قوه طبعا. لما تكون اقتصاديا انت متمكن ومتحرر طبعا حيعطيك قوه اكثر لتفوت باكثر. انا بعد في عندي سؤال واحد قبل ما ناخذ اسئله الحضور. ورد في مقال كتبه الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس بتاريخ 8 مارس بعنوان تعافي نسوي مستدام، بقتبس منه التالي: في الأمم المتحدة حققنا لأول مرة في تاريخ المنظمة التكافؤ بين الجنسين في الجسم الإداري سواء في المقر أو حول العالم. لقد أدى ذلك إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على عكس وتمثيل المجتمعات التي نخدمها بشكل أفضل، مع العلم أنه تحقق الكثير على طريق المساواة بين الجنسين. ما الذي يجب القيام به لضمان المساواة في المنح الانداونمنت في المشاركة في الصوت للنساء في المنظمات الغير تابعة للأمم المتحدة، كانت كبيرة أم كانت دولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال أفريقيا أو في أي مكان آخر؟ هل هو التزام متجدد بالمساواة بين الجنسين بين المجتمع المدني؟ أنا بتصور سمعنا اليوم بأورنج موضوع. أول شيء القيادة، يعني نتكلم بشركات افترضنا الشير هولدرز المساهمين الإدارة العليا تحط نسب للنساء، تقول إنه أنا بدي وصل هالقد نساء، تخلق بيئة تعطيهم الفرصة، تخلق بيئة تعطيهم الفرصة إنه يوصلوا. نحن بالأمم المتحدة اليوم أنا مثلاً رئيسة الأسكوا لما بعين عندي شغلتين أعملهم بالتعيينات وتحاسب عليهم بالبرفورمنس تبعي. واحدة منهم قديش عم عين نساء من جملة النساء اللي عم عينها، تاني واحدة منهم لأنه بدنا تمثيل بالدول الدايفيرسيتي بالدول العالم اللي موجودين، كمان أكد إنه في نسب من الدول المختلفة بالعالم موجودين ما تصير بس فئة معينة فيها. سو اليوم الشركات كمان محتاجي تنعمل نمرة واحد، مو بس تحط accountability المحاسبة. يعني أنا اليوم حاسب الإدارة، أنت حطيت 30% 20% 25% عم تزيد، حاسبها، اخلق بيئة بس حاسبها. اليوم ما بدنا تصير حبر على ورق، كلام
وصح مهتمين بس ما تقوم فيها. سو المحاسبة كتير مهمة. اليوم عم نشوف بمجتمعات، عم نشوف اليوم بموضوع المساهمين عم بيفرضوا على الشركات وعلى إنه لازم يكون بمجالس الإدارات أكثر نساء، أكثر تنوع بالشركات، لأنه صار في إضافة. اليوم نحن عم نشوف كتير كمان بمؤسسات وشركات، وعم بتلاحظ إنه الشركات اللي بتديرها نساء كسي أوز أرباحها عم بتزيد أكثر من الرجال. يعني مع احترامي للرجال واحترامي مع رئيس السي او تبع اوريش، بس في دور ايجابي. نحن عندنا بالامم المتحده الامين العام كمان بيقول شيء، ويمكن عندنا كمان حبيبتنا من باكستان افغانستان، انه ذا بروكر اوف سوليوشنز. نحن بنجيب بحلول، نجي بحلول، بدنا حل، ما بنجيب بتناقضات. سو نحن وي بروكر اوف سوليوشنز. سو دائما لما بتكون، انا دائما بقول هي شراكه اخر اليوم، قد ما فينا نعمل بالانس بالفئتين المجتمع وجميع الأفراد المجتمع يكونوا موجودين على الطاولة، كل ما مجتمعاتنا بتثرى وبتنمى أكبر وأسرع. عنا بعد 5 دقائق رح نعطي مجال للحضور، إذا حدا في عنده أي سؤال بحب يطرحه أو أي مداخلة بحب يعملها. بليز مايكروفون. Thank you. Thank you very much for that presentation. تبعيتي بس كان بدي زيد بوينت واحد وقت قلت انه نحن when we fail بنصير نسأل حالنا انه ليش، why are we failing etc. But it also men that don't forgive our failure. يعني اذا المرأة بتغلط رح يفرجوها 100 مرة انه شفته ما كانت قد الشغلة وشفته هي مش قدها، بس اذا الرجال وقع عادي قوم امشي. ف it's both way. يعني نحن صح منقول عن حالنا انه we are not up to it, but their looks also بتنزلنا زيادة وبتخلينا نحس انه معهم حق، نحن مش قدها. بس يمكن ما في انا عمم، يمكن بس لك تجربتي وحارجع اعيدها. هيدا اسلوب عشان يخلوكي، هيدا مثل ما انا قلت التيرورزم اللي صار علينا، انتو عم سايكولوجيكال، انتو ضد الدين، انتو كذا، عشان يخلوكي تنسي هدفك. طب هيدي اصلا قالها شو مشكلة، كملي دربك. هو لحاله لما بيشوفك اقوى هيدا ببطل اسلوب يستخدمه ضدك، جس كملي دربك. وهذا انا اللي بجرب اقوله، يعني كملي دربك باي فيلير كان، كملي دربك. طب شو معلي يقول والله فشلت هون، شو المشكله؟ سو واتس بيج ديل. يعني انا هذا اللي بجرب اقوله انه ما نخليها تعكس علينا وشو حيقول فلان، ونحن هيك هذا فلان شو حيقول علينا، وخصوصا بنقعد نحسب كثير. وانا بجرب اقول خفف حسباتنا، تيك ذا ريسك، موف اون. حنغلط ولازم نغلط، الغلط كويس عشان بنتعلم. ما في شيء نغلط، يعني انا بمسيرتي غلطت. انا دائما بقول لهم بالمسيره اللي قطعها حول المراه السياسيه كان رولر كوستر، في محلات غلطنا فيها شددنا على الحكومه وناس، في محلات نجحنا فيها. بالمسيره لازم تكون هذا بتطورنا، هذا اللي بنكسبه. يعني ما كل شيء روزي. سو ما تفكروا انه لازم اعمل كل شيء ليقولوا هي ممتازه، هي ممتازه ما بتفيدك حتى. انت بدك توصلي. سو خليها نغلط وخليه يقولوا. يعني شو المشكله؟ يعني لما بيغلط الرجال نحن بنقول له انت غلطت، بتفرق معه؟ ما بتفرق معه. سو ليش تفرق معنا؟ في عنا اسئله اكيد. سعيد دروزي مرحبا، صباح الخير، جيت بأخر. سعيد من مصري المرأة، متحمسين للنساء يعني شركة حكمة من الشركات تمكن المرأة. أهلين أهلين. مايكروفون بليز، عندنا بعتقد عدة أسئلة. في بليز مدام ورا. Be the second, please. سؤالي، أنا عشت في الكويت كابنة دبلوماسي وكطالبة في أواخر الستينيات، وكنت مسعوقة ومبهورة بالتقدم في الكويت للمرأة. لولو القطامي، سعاد الحميضي، الشيخة بدرية، فضيلة الصباح وغيرهم. ليش تأخرت الكويت عن بقية دول الخليج حالياً في مجالات إفساح المجال للمرأة؟ هل هي الديمقراطية؟
لأنه بعض دول الخليج ما فيهاش مجالس نواب. هل وقفت مجالس النواب، مع أني أنا مع الديمقراطية على طول الخط، هل وقفت مجالس النواب في الكويت حجر عثرة في تطور المرأة التي كانت متقدمة على كل نساء، على معظم النساء العربيات عندما كنت أنا في الكويت في أواخر الستينيات؟ أنا أعتقد كل ما كان المجلس النيابي منغلق على نفسه وعلى البلد كل ما بيتأخر، مو بس وضع المرأة، بتأخر البلد كله. وللأسف الكويت بالسبعينات والستينات كان بلد الانفتاح، سو منتطلع على برا أكثر ما منتطلع على الداخل فيها، سو في بهالانفتاح اللي صار. نحن بظروف الإقليمية اللي كانت موجودة، الحرب الإيرانية العراقية، كان الاحتلال تبع الكويت، الحرب العراقية الإيرانية، عم نحكي على الثورة الإيرانية، صار في المد الإسلامي، المد الإسلامي الشيعي واكبوا مد إسلامي وهابي في الموضوع. الكويت بلد حاضنة للفكرين فيها، تأصلت بالبلد، صار مجتمع أكثر محافظا، هو مجتمع محافظ بالكويت، هو مجتمع محافظ منفتح، صرنا مجتمع محافظ متدين متطرف فيها. هيدا الوضع الإقليمي السياسي المجتمعي أثر كتير، طبعاً بيفرز لك مجلس نيابي بهالفكر، لأنه الآخر النهار المجلس النيابي هو تمثيل القواعد الشعبية القبلية الدينية اللي فيها. هيدي الموجة أثرت على الكويت، مو بس على المرأة، أنا بتصور أثرت على تطورنا وتنميتنا كبلد اللي ندفع فيه كنساء، ندفع فيها. وكل ما عم تحد، وهيدا اللي برجع بقوله، مشكلتنا نحن بعالمنا العربي قضية المرأة قضية فيكي تعملي فيها polarization للمجتمع. كل ما بدك المجتمع تفككي هيك، جيبي لك قصة للمرأة، تسوق، معاش المرأة، تقعد بالبيت ولا تشتغل، المدرسة نعمل مدارس مختلطة ولا لا، بتلاقي المجتمع بلش انفصل اثنين هيك جهتين تفككي. سو نحن بلش يستخدموا معنا هالمواضيع، وفوتي على موضوع دين وشريعة ومد إسلامي وشيعي، ويعني السياسة دخلت بالدين، خلتنا كمان أكثر، ونحن صرنا ندفع ضريبتها. وكل ما بيحكى شيء بتطور المرأة، طبعا هلا مو وقته، في عنا قضية أمنية قبل، قضية سياسية، قضية وقت، كل شيء لا بتعلق بالمرأة مو وقته، هلا خلوه على جنب بعدين. دائما نحن بالمرأة ونحن نقبل، بتصور اليوم صار لا، ما بنقبل، صار الموضوع بطل إنه نقبل، صرنا نحن مواطنات، لما بنحكي على المواطنة عنا حقوق وواجبات، فإذا بدنا نلعب دورنا بالحياة العامة. وللأسف اليوم الوضع، أنا بتصور بالمرأة العربية كلها، نحن عندنا بالحياة العامة والحياة الخاصة دائما كنا محطوطين بالحياة الخاصة، أوكي، وإنه إلك دور بالحياة العامة لما عطونا شوية دور اللي هي تروح تشتغلي هذا، بس لا توصل إلى مراكز صنع القرار وجزء من المراكز يا بالحكومة يا بالنيابة يا بالصنع القرار، حتى برات هالمؤسستين لا، هيدا شوي صعب، هيدا للرجل فيها. اليوم لما دخلنا فيه، أوكي، ما صار في ريبالانس، إنه كمان الرجل، رجل ترك الحياة الخاصة للمرأة، زدت عليها وفات على الحياة العامة. نحن اليوم الحياة الخاصة اللي لازم يرجع ينعمل بالانس من أول جديد، إنه أنت يا رجل كمان لازم ترجع على الحياة الخاصة تلعب الدور البالانس، لأنا أقدر أعمل دور أكبر وفاعل بالحياة العامة. ما بيصير اليوم أنا كمان عندي الحياة الخاصة وعم بلعب دور الحياة العامة، تعطيني ثلاثة أرباع يعني it's too much load على المرأة. عندي بعد دقيقتين في مدام بليز. قلنا الفرصة حتى نتبادل الآراء. سؤال سريع، دائما أنا كان برأيي إنه الإدارة، الإرادة السياسية هي اللي بتمكن المرأة، إنه هي اللي بتعطيها المجال إنها تكون وزيرة، خاصة في بداياتها، زي مثلا عندنا لما يجي بلشوا كوتا نسائية في مكان معين في مؤسسة معينة في الدول العربية. فاليوم طرحتي أنت فكرة كتير مظبوط غيرت لي رأيي، اللي هي فكرة نتوركينج، وانت لما تكوني في مكان متقدم كثير مهم انك تدعمي اللي حواليك وانك توصليهم للمنصب اللي انت فيه وتشجعيه. فهل برايك البدايه از سيدات يدعموا بعض، او اراده سياسيه هي اللي بتخلي الخطوه الاولى تمشي بعدين بنكمل منها؟ هذا سؤالي. انا بقول تجربه
الإرادة السياسية تجي من دعم النساء اللي هي حتخليه يعمل إرادة سياسية. يعني نحن مثلاً حاطيكم بعض التريكس، كنا مثلاً أوكي بدنا الأمير يكون معنا، بدنا رئيس الوزراء يكون معنا، بيتفادى كنا نروح نشوف مين من أهله بيمونوا عليه من النساء. لا يعني اليوم الرجل آخر النهار مضرور يكون بالمركز نفسه، ما عنده قطر. يعني اليوم الرجل بيسمع لمرته، أوكي، فيها تمون عليه، فيها تأثر عليه شوي. لا تلعب الأدوار كلياتها. الإرادة السياسية ما بتجي مشان هيك بس أنا فجأة. يعني أنا بحكي بالعموم أنه أنا بدي أعطي دور أكبر للمرأة. هو تحرك المرأة ونضال المرأة ودفع المرأة بقضايا اللي تفرجي أنه دورها بهم للاستقرار الوطن، لتنمية المجتمع، بتلعب دور فيه اقتصادياً واجتماعياً واستقرارياً وسياسياً بالموضوع، تدفع صاحب القرار أنه يساعد فيها. بس بنلعب دور كبير نحن. وطبعا انا دائما بقول النساء لازم تساعد النساء. يا جماعه انا وحده من الناس اللي بقول ما نكون كثير قاسيين على بعضنا. نحن because we're perfectionist نقسى على بعضنا. خلينا نكون اخف شوي، معلش نطوف لبعضنا شويه. يعني وتشوفوها بالانتخابات، انا بتصور يمكن بعض النساء تنزل. أنا عشان نزلت انتخابات سو بشوف الموضوع. بعض النساء لما بننزل بالانتخابات أعطوهم فرصتهم. يعني المرأة ما حتكون كاملة، يعني أنت ما فيك تحطي الليستة بديها كيت وكيت وكيت وتكون كلها. يعني بس فيها تكون تغطي لك 60-70% مثل الرجل، ما حيكون كامل. سو أعطيها الفرصة، إذا غطت لك 60-70% ليش تكون لازم تكون 100%؟ ولما بتجي على رجل ببطل المعيار 100%، بس لما بتكونش على المرأة بديها معيار 100% ما بتركب. ما بتركب. سو أنا دائما بقول خلونا نعطي فرصة لبعضنا. بنفس الوقت وأنا دائما بقول كمان اللي الله نعمها ووصلت لمراكز صنع القرار تعطي فرصة وتهيئ للي تحت، تدفعهم للي جوا، تهيئ البيئة، تدعمهم بالمواضيع. وحقول شيء تاني، اللي عينها على منصب معين مديرها بعد 3 سنين حيتقاعد، وعينها على المنصب بلش تشتغل فيه من وقتها، ما تنطر لما يتقاعد. ما تنطر لما يتقاعد، لأنه القرار لما تعيين المدير بعد ما يتقاعد يكون اتخذ. دكتور رولا دشتي، اللي عينه على منصب عرفوا عليه وقولوه واشتغلوا عليه من قبل ما يفضى، لأنه لما بيفضى بيكون أوريدي قبل 6-7 أشهر وأوريدي حاطين فلان حيكون كانت بمناصب سيادية قرار وزارية، كانت بمناصب إدارية فيها بالهيئات الحكومية ولا شيء. هذه القرارات بتتاخذ من قبل، بشفرت قبل ما يكون توليت، لأنه بعدين توليت ما حدا حيقول لك ودي كنت لو خبرتيني قبل 7 أشهر. شو أنا ودي؟ بس إنه أنا بقول إنه البنات ال. رولا دشتي شكرا، فعلتي بالأخير. بسمع لي الانفعال دائما بيولد طاقة مختلفة وبيعطيها الآخرين. أنا استمتعت بالحوار السريع. نحن طبعا حوار مطول أكبر بالمستقبل. يعني فرحنا أن تعرفنا على مقاومة وعلى امرأة قالت للمستحيل رح أهزمك، رح أكون أقوى منك. وأهم شيء أنك ضحطتي كلمة نحن بلبنان مستعملة دائما، ما خلوني أو ما خلونا. خلوني بس أنا خليته. شكرا شكرا جزيلا على حضوركم، شكرا لمشاركتكم، شكرا.